أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم وصفتنا وصفة جدا سهلة وسريعة ولذيذة، كوب كيك الموز. إن شاء الله راح تعجبكم من أول لقمة راح تأكلوها. ونبدأ أول شيء بكاس وثلاث أرباع دقيق وملعقتين بيكنج بودر وربع ملعقة بيكربونات الصوديوم وربع ملعقة من الملح وربع ملعقة من السينابون ونخلطهم مع بعض. نحتاج 3 حبات موز، نهرسهم ونضيف عليهم نص كاسة من السكر البني ونقلبهم، ونضيف 3 كاسة من الزيت وبيضة وربع كاسة من الحليب السائل وملعقة من الفانيليا ونقلبهم، ونضيف خليط الموز على المكونات الجافة ونقلبهم كمان إلين يكون الخليط بهذا الشكل. ونجهز القوالب، نستخدم صينية الكوب كيك. استخدمت هنا أوراق المافن، لكن إذا حابين يكون العدد كبير استخدموا الأوراق العادية الخاصة بالكوب كيك العادي، لكن أنا استخدمت هنا أوراق المافن حتكون الكمية قليلة. ممكن نضيف لها حبيبات الهيرشي، أضفت لها حبيبات هيرشي بالشوكولاتة والكراميل، مجرد كم حبة. ونكون مجهزين الفرن على درجة 175، طبعا ما حتاخد أقل من 20 دقيقة على حسب نوع الفرن أو حجم الفرن. وكذا ما شاء الله استوت معانا وحمرت من فوق، وريحتها لحالها تقول إنها طعمة وشهية جدا جدا، ريحة رائعة. ممكن تستخدموا صينية كبيرة أو زي ما قلت لكم الأكواب العادية حتى تحصلوا على العدد الكبير. ما شاء الله قطنية وهشة ولينة مرة، صراحة بيرفكت، غير الطريقة مرة سهلة وسريعة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، ومتأكد إنكم دائما راح تستخدموا هذه الطريقة في كل مرة تيجي نفسكم في كيكة الموز. وكده نكون انتهينا من الفيديو، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة.